يا هلا ومرحبا فيكم. كثير نسمع ان هذه البنت لقطة، يا حظة اللي ماخذنها، او العكس صحيح، يعني كثير نسمع كذلك ان هذا الرجل ممتاز ويا حظ البنت هذه اللي بتاخذه او اللي بتظفر فيه. وهذا سالفتنا اليوم، القصة اللي تتكلم عن البنت هذه المثالية. ما أتوقع إن في بنت مثل هذه البنت نورة اللي راح أقول لكم قصتها اليوم بالتفصيل. كان في رجل، هذا الرجل يشتغل في إحدى الوظائف الحكومية وراتبه جدا ممتاز، ويعيش في المنطقة الشرقية بالسعودية. هذا الرجل كان جدا جدا مسالم، خطب بنت عمه. انتوا تعرفون زمن اول ما يتزوجون الا كذا بشكل تقليدي، بنت خالي او بنت عمي او بنت عمتي، اذا ابتعدوا ياخذون من نفس العيله. هذا الرجل تزوج وانجبوا بكرهم هذه نوره. نوره من اول ما وتعت على الدنيا وابوها جدا جدا يحبها وعاطنها كل الاهتمام وكل التربيه، والام من النوع اللي عاطية بتها الأمان بحيث إنها ما تسوي شيء غلط لأنها عارفة أضراره وآثاره بعدين، لدرجة إن هذه البنت مستحيل تغلط لأن الأم معلمتها على الصح والغلط. جو حق هذه العيلة 6 أنفار، أولاد وبنات، ومن ضمنهم هذه البكر نورة. نورة كبرت وكانوا كل العيلة يحبونها، أهل الأب وكذلك أهل الأم، لأنها كانت أول حفيدة لهذه العيلة اللي هي عيلة الأب، وكانت جدا مهذبة وخلوقة اللي هي نورة، لدرجة إن أي مكان تروح يقولون ما شاء الله على هالتربية هذه اللي عندك يا أم نورة، ممتازة دربة وخلوقة، وحتى تعرف كيف تتصرف وكيف تسلم، وحتى بلباس حجابها جدا جدا محترمة. البنت نورة دخلت المدرسة، كانت أمها جدا مهتمة فيها وفي دراستها، وفعلا كانت دائما نورة تاخذ الأول على الفصل، مستحيل تتنازل وتجيب مثلا جيد جدا، دائما ممتاز من الأوائل، ودائما ياخذون أمها ويكرمونها في وزارة التربية على اجتهادها وتربيتها لهذه البنت، وهذا كثير انها تاخذ الطالبة المثالية في المدرسة كلها، الكل يثني عليها، لدرجة ان حتى امهات زميلاتها يقولون لعيالهم روحوا صادقوا نورة، راح تستفيدون من شطارتها وراح تستفيدون ايضا من اخلاقها، لان ما في احد في هالزمن عنده نبل اخلاق مثل هذه نورة. نورة تعودت انها ما تسوي شيء غلط، نورة تعودت انها تفزع لاي احد يطلب منها خدمة. كبرت نورة وفعلا وجابت امتياز، ولما جاء مرحلة الجامعة اختارت انها تشتغل في مجال الصحة، دخلت الطب واصبحت دكتورة، وفعلا انقبلت في الطب، وامها جدا جدا فرحت لان اخيرا شافت بنتها هذه الممتازة والمجتهدة والمثالية والكل يثني عليها، اكيد راح تنقبل في احدى الجامعات وفي تخصص جدا ممتاز. في يوم من الأيام وهي تدرس نورة في الجامعة إلا جاها وتقدم لها ولد عمها. هذا ولد عمها كان فعلا فعلا نعم الرجال، وكان يشتغل في إحدى المطارات، يعني قص تذاكر وكذا، وكان جدا مهذب ونفس الأخلاق، يعني ما يعيبه شيء. ولما خطبها قال لها أبوها يا نورة انت الان عمرك في 20 والحين لازم انك تتزوجي وتاخذين اقرب الناس لي ابن عمك، ترى خطباك كثير وانا ما ابي انك تتغربين، ابي اشوفك تحت نظري، ما ابي احد يا نورة يمسك باذى، ما ابي احد يضايقك ولا بمغز ابره، ابي انا اعطيك واحد اقدر اني اوبخه لو غلط عليك، اقدر حتى اني انصحه، وهذا ما بيكون افضل من ابن عمك. قالوا حق نورة فكري وشاوري نفسك وبعدها ردينا خبر. نورة طبعا متعودة ان اهلها اللي يشوفونه صح
أكيد هي راح تشوفها صح. جاتها أمها بعد يومين وقالت لها: هاي بنتي يا نورة، شنو قلتي في ابن عمك اللي هو إبراهيم؟ ترى هو إنسان يا بنتي طيب وخلوق، وأنا أعرفه شخصيا لأنه كان يجي ويلعب مع أخوانك واضح وضوح الشمس، والحمد لله أنه موظف وجامعي وما في شيء ينقصه. نورة فعلا قبلت بهذا الرجل وقالت حق أبوها: يبا أنا واثقة فيك لدرجة كبيرة، عشان كذا مثل أنت ما تشوفه أنا راح أمشي عليه، بما أن هذا الرجل تشوفه زين فأنا بإذن الله بمشي على نفس خطاك. فقال لها الأب: نتوكل على الله وما بنشوف أفضل من ولد أخوي اللي هو إبراهيم. فعلا جاء إبراهيم وتقدم بشكل رسمي وتمت الخطبة، وكان من أفضل مراحل حياة نورة لأنه كان فعلا أول مرة يدق قلبها حق شخص وهذا الشخص يكون ابن عمها. لما تزوجوا ابن عمها قال لها: يا نورة أنا ما عمري ما في حياتي شفت إنسانة مثلك نظيفة، ما عمرها تكلمت لا عن أهلي ولا عن أحد، ولا في يوم من الأيام سمعتك تتضجرين مني أو تتضايقين مني، لدرجة أني أنا بعض الأحيان أبي أسوي لك أو أتمشكل معك ما أقدر. قد إيش أنت يا نورة صبورة وخلوقة ومثالية، وأنا الحين ما لوم الناس إذا مدحوك وقالوا لي يا حظك يا إبراهيم في اللي بتاخذها نورة. أنا كنت أقول شنو هذه النورة، أنا من راح أخذ؟ لكن الحين عرفت، وخصوصا أمي صعب تحب أحد من نسوان عيالها لدرجة إنها قالت هذه نورة ما عليها كلام، ما أقدر أتكلم عنها بسوء، خلني بس أقعد أفتح لك ملفات كثيرة قد إيش إنها نظيفة وخلوقة وتساعدني، حتى مع إنها تروح عملها وجدا عملها متعب وكرف إلا أنها تجي البيت وعلى طول تقوم بواجباتها، هذه من مثلها ما في. نورة كانت فعلا تعاني وتضحي حتى عشان صحتها لأجل الآخرين، ما تعلمت أنها تهتم وتعطي نفسها الأولوية، كانت تعطي نفسها لكن برضو الآخرين لهم أولوية أكثر منها، وبالأخص زوجها وأهل زوجها وشلون، وزوجها أكيد اللي حاطنها في عيونه، هذا غير أهل الزوج اللي يحبونها ويموتون عليها تفرح إذا شافتهم، لدرجة إن زوجها إذا راح الدوام وكان يوم إجازة حقها على طول تعزم خواتها في البيت ويجون يتغدون أو يتعشون معاها، مو بس كذا إذا جاء خلاص تخلص الوقت ما يطلعون يقعدون يمها ويقولون إحنا ما نبي نطلع نبي نجلس معاك، قد إيش إنها نظيفة وقد إيش إنها محترمة ولبقة، وغصبا عن الإنسان اللي بيقعد معاها يتغير ويصير لبق مثلها لأنها نورة ذهبية ما تسمح لأي أحد بالغلط. إلى هنا تمام التمام، نورة حملت وجابت طفل، وبعدها توالت العيال وجابت نورة 6، 4 أولاد وبنتين، وكانت قد إيش نورة تهتم في عيالها وتحافظ عليهم وكانت تعطيهم أولوياتها بشكل حتى أنها تضحي بصحتها لأجل عيالها، يعني كانوا عيالها مثل ما أمها ربتها على المثالية كانت إيه تشوف في عيالها أنهم مثاليين، وفعلا كانت دائما تعلمهم على الصلاة على الصيام على الأمور هذه الدينية قبل الدنيوية، وكانوا منهم صغار ملتزمين فيها. الناس من كثر ما كانوا يشوفون هذه نورة إنها مثالية لا راح كرتها خلاص، قاموا ينظرون لعيالها قد إيش مثاليين وقد إيش خلوقين وقد إيش ممتازين في المدرسة ورافعين رأس أبوهم هم هذا اللي هو إبراهيم. فعلا دخلوا الابتدائي عيالها وفعلا دخلوا المرحلة المتوسطة كله من الأوائل وكل عيالها ما في ولا واحد منهم مختلف أو جايب شهادة أو تقدير أقل، الكل هذولا جايبين أعلى الدرجات،
وكذلك دخلوا المرحلة الجامعية وهم جايبين أعلى الدرجات وبمجهودهم دخلوا التخصص اللي هم يبونه. إلى هنا تمام التمام، والكل يبي يعيش مثل نورة. شنو نبي إحنا أكثر من الحياة المثالية والعيال المربيين تربية صح ما يغلطون، والكل يمدح ويشكر في العيال قبل الأم. هذا غير أهل الزوج وتقديرهم وحبهم لها. نورة كانت إذا فضت أو جات من دوامها، وانتو تعرفون دوام الأطباء جدا طويل ومكرف، يعني فيه تعب كثير ومجهود، فلما تجي على طول تنزل حق أم زوجها، تحتاجين شيء، أسوي شيء، أطبخ لك شيء. كانت جدا لبقة ومحترمة أم زوجها قبل ما تحترم نفسها، لدرجة أن أم زوجها ما تسميها إلا يا بنتي. اللي حصل إن في يوم من الأيام هذا إبراهيم جحق زوجته، خلاص عياله كبروا وصاروا في المرحلة الجامعية، وقال حق زوجته: جلسي أبي أتفاهم معاك بموضوع. جلست نورة وقالت له: تفضل قول اللي تبي إبراهيم. قال لها: شوفي يا نورة، أنت عزيزة وغالية علي، ولو أبي أتكلم عنك ما راح تكفيك صفحات كثيرة من كتاب، لأنك فعلا إنسانة جوهرة، إنسانة مثالية، إنسانة ما في مثلك اثنين. لكن يا نورة تحبيني ولا ما تحبيني؟ قالت له: أكيد أنت زوجي وأبو عيالي وعاطني الاهتمام والرعاية وكل اللي أبي تسوي لي، أنا ما أبي شيء أكثر من كذا. قال لها: إذا تحبيني فعلا راح تقبلين باللي أنا أسوي. قالت له: تفضل قول، وإن شاء الله ما أوعدك لكن أحاول أني أقبل بهذا الشيء. قال لها: نورة أنا أبي أتزوج عليك. قالت لها: تبي تتزوج علي؟ ليش؟ قال لها: شوفي يا نورة، أنت معزتك ومكانك في القلب، وهي معزتها بعيد عنك، ما راح تلتقون، وأنت اللي بتقابلين أهلي، وأنت اللي بتقعدين معاهم، وهي بعيدة عنك، هي ما راح لا يتعرفون عليها الأهل ولا شيء، لكن أنا صراحة أبي أتزوجها، وهذه صراحة داخل قلبي. مين هذه؟ وشلون أصلا تبي تتزوج علي فيها؟ وشنو سويت أنا طيب؟ قال له: والله أنا هذه دخلت مزاجي، وأنا مثل ما أنتي صريحة معاي ما عمرك كذبتي، أنا راح أقول لك الصراحة، هذه واحدة من الجنسيات العربية الأفريقية، كانت دائما تجي المطار وتسافر إلى جدة، تعرفت عليها ويوم عن يوم تعلقت فيها أكثر وأكثر، وبما أن حبيتها أنا ما أحب أسوي شيء بالغلط، فلازم كل شيء يكون بالشرع وبالقانون، فأنا صراحة ما أقدر، لازم أني أتزوجها. قالت لنورة: طيب وأنا وين مكاني؟ قال: أنت مكانك محفوظ، أنت مكانك بين العين، أنت مكانك بين الأهل. قالت له: لا اسمع، أنا حافظت كثير وصبرت كثير، أنا ضحيت بأشياء كثيرة، دائما كنت تمنعني أنت أني أطلع أروح مع ربعي أو أصدقائي بمجرد أنك أنت زهقان تبي أقعد معاك، دائما أفوت علي فرص تسلية وفرص روحات وجيات، وكنت أضحي عشان أشوف نتيجة التضحية هذه، في الأخير جاي تجازيني وتكافئني بالمجهود، شنو أنا سويت فيك؟ شنو أنا ضايقتك؟ شنو أنا جرحتك؟ قل لي، قط يوم مر عليك وتأذيت فيه مني؟ أو أهلك قالوا لك إحنا تأذينا من نورة؟ إذا فيه أنا أقول لك تزوج. قال: صراحة ولا مرة، بس أنا أبي أتزوج وخلاص، هذا محسوم الأمر وراح يصير، يعني راح يصير. قالت: لا أوكي يا إبراهيم، إذا راح تتزوج أنا ما راح أمنعك، لكن أنا أعرف نفسي ما أتحمل الألم، أنا عشت طفولتي وعشت مراهقتي وعشت لما كبرت، ما عمري عاملوني الناس بمعاملة سيئة أو أذوني أو جرحوني، ما عمري شفت الإساءة من أي شخص كان حتى صديقاتي، فما أبي زوجي وأقرب الناس لي يجرحني. عشان كذا يا إبراهيم من البداية إذا أنت
تبي تتزوج علي تزوج، لكن أنا ما أبي أعيش وياك، أنا بروح بيت أهلي، ما أقدر أتحمل الجرح، أنا أعرف نفسي لو بضل راح أتألم وراح أكتئب وتتعب نفسيتي أكثر من قبل، فخلني وأطلق صراحي وأعيش مع أهلي معززة مكرمة يقدروني هناك ويعزوني وأبتعد عنك. قال لها لا أنا ما رح أستغني عنك، لكن برضو هذه البنت خذت عقلي، هذه البنت خلاص نستني أموري، غير هذا الشيء هذه البنت بأخذها، إذا ما أخذتها رح أظل حزين وتعبان ومقهور طول الحياة أني ما حصلت على هذه المرأة. قالت له طيب هذه المرأة أجمل مني؟ قال بصراحة لا. هل هي أكثر لباقة في الحديث وفي التعامل أكثر مني؟ قال لها صراحة لا. قال طيب هل هي أكثر دراسة وأكثر ثقافة مني؟ قال لها بصراحة لا. قالت لا أجل ليش تبيها؟ قال بصراحة أنا حبيتها وفعلا متعلق فيها وأبيها، كيف يا أخي أنا أبي أتزوج عليك وش فيها يعني؟ قالت ما فيها شيء تزوج، بس أنا الله لا يهينك بروح بيت أهلي معززة مكرمة. فظل هو أسبوع وهو يحن يزن عليها. عرفت نورة أن سالفته هذا شايدة، وهذا الرجال لو بينسى كان نسى من زمان، وشكلها هذه المرأة تدور عليه وتبي تتملكه. فقامت نورة وجمعت أغراضها وأخذت عيالها كلهم وودتهم بيت أهلها. قالوا لها أهلها شفيك يا نورة ش صاير؟ قالت لهم السالفة أن زوجها إبراهيم يبي يتزوج عليها. قالوا أبوها أفا هذا اللي أنا ميزته من باقي الخطاب كلهم اللي جاك وتقدموا لك من وانت صغيرة، ويحلفون ويقسمونهم بيحطونك جوهرة بعيونهم، قلت ما رح تاخذ إلا ابن أخوي عشان يعزها ويقدرها في الأخير يسوي فيك هذا كذا؟ والله ثم والله أني أنا أوريك فيه، يا إنه يصونك ولا إنه يطلقك، غير كذا ما ياخذ عليك مرة. وفعلا راح هذا أبوها حق أخوه اللي هو أبو إبراهيم، وقال له شوف يا أخوي أنا عزك واحترمك وانت أخوي الأكبر، وانت جيتني وطلبت يد نورة وأنا عطيتك إياها، ليش تجرحوني يا أخوي؟ ليش تكسرون قلبي في بنتي وانتو تعرفون هذه جوهرة، هذه من بد خواتها أنا ميزها، ويعرفون حتى أخوانها وخواتها أني أنا هذه عاملها معاملة خاصة لأنها فعلا جوهرة، ليش ولدك يبي يتزوج عليها؟ قال شنو؟ ولدي يبي يتزوج على نورة؟ ما يصير هذا الكلام كله خرطي، مستحيل ولدي يسويها ولا احنا بنسمح له، مين هذه اللي لفت على هالولد؟ لا 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 خلاص خلي الامور بيننا واحنا راح نحلها. فعلا اجتمعوا اخوان هذا ابراهيم وكذلك ابو، وقالوا له شوف يا ابراهيم حدد ليش تبي تتزوج من نورة، وهل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ قال صراحة ايه أنا أبي أتزوج عليها من هذه البنت الأجنبية، اتعرفت عليها في المطار، بعدها تحول التعارف إلى حب وعشق، وهذه المرأة أنا أبي أتزوجها، أنا هذه البنت أحبها بصراحة، يمكن أحبها أكثر من نورة. قال الأب هذا ما رح تتزوجها طول ما أنا حي، وإذا بتتزوجها أنا بزعل منك. فقال هذا الولد إبراهيم أنا يبا تعبت هذه السنة أحاول أنساها ماني قادر، وأنا هذه السنة متواصل مع هذه البنت وما راح أقطعها نهائيا، وإذا بتقطعوني أنتوا قطعوني وخلوني لوحدي، لكني هذه البنت راح أتزوجها، يعني راح أتزوجها حتى لو خسرت الدنيا كلها. وفعلا هذا الولد راح وتواصل مع هذه المرأة الأجنبية، وقعد يكلمها ويقول لها ان المرأة راحت بيت اهلها وما راح تجي نهائيا، وانا جاي انك وراح اتزوجك رضوا او ما رضوا. فكان على طول يتواصل معاها، وكانت دائما تقول له هذه البنت هنا ابي فلوس، حول لي فلوس، محتاجة اشتري لي كذا ومحتاجة كذا، وكان دائما يحول حق هنا، إلى أن خلاص خسر عيلته هذا، وخسر أمه وخسر أخوانه وخسر أهم شيء اللي هو عياله وزوجته والعيلة كلها. فيوم من الأيام
قال حق هذه حبيبته هنا، خلاص جا اليوم اللي احنا نتزوج فيه، انا ما باقي لي في الدنيا شي غيرك انت يا هنا، يلا خلينا نتزوج. قالت له هنا، من قال لك اني انا بتزوجك؟ روح بس، روح شوف طريقك عند اي احد، انا اللي ابي اخذته الحمد لله، فلوسك كفتني ووفتني وسدت اجاري وغيرها، سويت كثير. قال لها، معقولة غدرتي فيني ونكبتي فيني وخليتيني اطرد زوجتي واسوي فيها كذا؟ قالت لا، إيه، لو انك رجال مثالي ما سويت كذا في مرتك. وثانيا اسمع، اعلى ما في خيلك ركبه، انا لا اسمي هناء ولا شيء، وما تعرفني اصلا وين اروح وين اجي، وما تقدر تقضب ارضي، انتبه لنفسك وابتعد عني لا أبلغ الشرطة عليك. وهو قال، معقول؟ يعني كل هذا اللي صار تمثيلية في تمثيلية؟ عرف قد إيش إبراهيم عقله صغير، خسر أهله وخسر عشيرته بمجرد إن بنت دخلت عليه وقصت على عقله. رجع إبراهيم وشاف البيت ملطوم، يعني وسخ، والملابس منثرة، ما في أحد ينظف البيت ولا حد يشيله ولا حد يهتم فيه، غير كذا أهله زعلانين عليه. راح حق أهله وقال لهم، سامحوني وخلاص أنا تركتها، ولا عاد أني أبي أجيب سيرتها وأبي أرجع لزوجتي. قالوا لأهله، روح استسمح من مرتك هذه أم عيالك الجوهرة، وقول لها تسامحك وبعدها إحنا راح نسامحك. راح إبراهيم ومع أبوه وطقوا الباب على بيت نورة، فتح لهم أبو نورة الباب وقال، نعم خير؟ قال له إبراهيم، يا عمي أنا جاي أبوس على راسك وأقول لك أني أنا جاي أخذ نورة وبيها تسامحني وتحللني إذا أنا غلطت عليها ولا سويت فيها شي جرحها، وأرجوك يا عمي أن الآن أبي نورة ترجع معاي. قال الأب إبراهيم، تعرف أني لو الحين أروح حق بنتي وأقول لها قومي روحي مع زوجك، راح تلبس عباتها وراح تجي معاك، لأن ما عمرها عصت كلمتي، لكن تعرف أني أنا أبوها وأنا اللي بمنعها أنها تجي معاك، يلا أنت وأبوك خلاص، هذه البنت خط أحمر، أنت تجاوزتها لما جيتها وجرحتها، هذه البنت ما تنجرح، وبمجرد انك انت جرحتها اذا انت ما تصلح لها ولا في اي حال من الاحوال. طيب والعيال؟ قال للعيال، هذولا ما يبونك، يبون امهم، فلو حاولت بالمحاكم بالشرطة ما راح يبونك يا ابراهيم، احنا ما راح نمنعهم عنك، لكن انا عارف انهم ما يبون يعيشون الا مع امهم، ويلا اقضب الباب وروح وشوف حياتك، خلاص بنتي ما راح تاخذك. قال اجل اسمع، قول حق بنتك نورة اني انا بخليها معلقة، ما راح اطلقها، يا انها ترجع لي او بتضل كذا لا زواج ولا بتشوف حياتها طول ما هي معند راسها. قال لا ابوه، اقول اقضب الباب وروح بيتكم، بنتي ما راح ترجع لك لاني انا ما بيها ترجع لك خلاص، وهذا الامر محسوم منا، وانا كلمتي مثل السيف ما راح اثنيها، يلا. وفعلا راح هذا الرجل ابراهيم وظل شهر عن شهر وهو يشتاق حق نورة ويحاول يدق عليها، لكن ابدا ما قدر يوصل لها، لا رقم جوال ولا اي مكان يقدر يشوفها فيه، حتى ان حاول في اهله وحاول في عشيرته وعائلته وحاولوا امه وخواته انهم يرجعون هذه نورة ويسوون خير عشان ما تزيد المشاكل ويرجع هذا البيت يتوائم مرة ثانية، لكن نورة أبدا عيت ونفت أنها تعيش مع هذا الرجل مرة ثانية، بمجرد أنها خانها وسمح لنفسه أنه يكلم واحدة عليها، هذا خيانة لها. فلما يأس قال حق أهله، أنا تعبت خلاص، زوجوني أي واحدة. قاموا أهله يدوروا له يمين وشمال، شافوا له واحدة مستورة بتناس وزوجوا عليها. تزوج هذا إبراهيم من هذه المرأة وفعلا جاب عيال، لكن إلى يومكم هذا جدا تعيس وحزين ومقهور على تصرفه اللي خلى نورة تروح بيت أهلها وما حافظ عليها وجرحها. نورة تقول، فعلا وهو الآن تزوج وشاف حياته وأنا الآن معلقة وعين يطلقني، لكني
أنا ما أبي أطلق لأني أنا ما أبي زواج، خلاص عيالي راح أربيهم وأحسن لهم وأشوف عيالهم وعيال عيالهم. أما هذا الرجل هو اللي ساءت نفسه وبعدها ساءت أخلاقه عليه أولا، ومن ثم أثر علي وعلى عائلته. وفعلا هذه البنت نورة الحين عايشة مع أهلها، والحين قاعدة تبني بيت ما شاء الله جدا كبير عشان تعيش مع عيالها فيه، وعيالها جدا متمسكين في أمهم ويحبونها وبارين فيه. المرأة المثالية ما أدري ليش ما تعجب الرجال، دائما يحبه المرأة الغلط. هذه نهاية قصتنا لليوم، أنتظر تعليقاتكم على الفيديو، لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو.